وايضا كمان النهارده حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف. كل سنه وحضراتكم طيبين. اللي نظمته وزاره الاوقاف مركز المناره للمؤتمرات الدوليه. اكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفاليه ان الاحتفال اليوم بذكرى مولد نبي الرحمه والهدى بيمثل مناسبه طيبه للتامل في جوهر ومقصد الرسالة اللي تلقاها النبي الكريم، واللي بيعطي فيها لنا كلنا دروس كثيرة عن الواجب وتعاليمها، ونقدر اننا نتعلمها وكمان نستوعبها. في مقدمة هذه الرسالات او الاشارات تحمل مثلا، مقدمتها بتحمل الاذى، تحمل الاذى بثبات وصبر على المكاره، وبأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع. أيضا شدد السيد الرئيس على أن لديه إرادة لا تلين في مواجهة الإرهاب، وده من أجل خاطر الدين، لأن الإرهاب المتوحش له تأثير سلبي على فكرة الإيمان والاعتقاد. خلينا نتابع كلمة السيد الرئيس في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، أهلا وسهلا، وسعيد أن نلتقي بكم النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادات العلماء والأئمة الأجلاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم وللشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصري وعلى كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض. الحضور الكريم، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، والتي بلغها لنا متحملا في سبيل ذلك الكثير من الأذى الذي لم يمنعه صلى الله عليه وسلم عن أداء الأمانة التي كلفه بها الله عز وجل. إن في المشاق الجسيمة التي تحملها الرسول الكريم ما يعطي لنا الكثير من الدروس الواجب تعلمها واستيعابها، وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره بأمل في نصر الله ومواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع. إن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على أسباب الدنيا وقوانينها وتطورها هو المنهج الذي ينتصر في النهاية، إذ أن الله عز وجل يكافئ المجتهدين الذين يسعون للخير والسلام وتعمير الحياة ويعملون على تخفيف آلام الناس وتحسين الواقع الذي يعيشون فيه. وأقول لكم بكل الصدق إننا إذ نقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإننا نبذل أقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على جميع المستويات. فالأمانة التي يتحملها كل منا في نطاق مسؤوليته تحتم عليه ألا يدخر جهدا في الإحاطة بأسباب التقدم والعلو وتجنب أسباب الفشل والانهيار. وبينما لا يشغلنا شيء عن تحقيق تطلعات شعب مصر العظيم في الأمان والسلام والتنمية والازدهار، لا نلتفت
إلى محاولات التعطيل والإعاقة التي يقوم بها أعداؤنا، ويكون ردنا عليها هو المزيد من العمل والكثير من الجهد والنظر إلى الأمام بأمل وثقة، موقنين بوعد الله سبحانه وتعالى بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض. والحق أقول لكم أنني أثق تمام الثقة في نصر الله القريب لمصر وشعبها، وفي تحقيق آمالنا جميعا في بناء وطن حديث متقدم ينعم فيه شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة. إن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها لن تثني هذا الشعب ذا الإرادة الحديدية عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل. سنواجه الشر بالخير، والهدم بالبناء، واليأس بالعمل، والفتن بالوحدة والتماسك. أبناء الشعب المصري العظيم، لعل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تكون لنا جميعا أسوة حسنة تلهمنا القوة والإرادة والصبر والتحمل والجراءة والشجاعة وسلامة المقصد والغاية. أشكركم، وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا الغالية في رفعة وتقدم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الكلمة المكتوبة. بتبقى فرصة طيبة جدا ان احنا نلتقي ونتكلم على همومنا وعلى املنا وعلى تطلعاتنا وعلى التحديات اللي بتقابلنا، وان احنا بنسعى كلنا الى مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. انا هاخد من كلام فضيلة الامام، واللي هو كان بيتكلم فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والوثيقة، وثيقة الإنسانية اللي تحدث فيها، وكان من ضمنها شهادة الألوهية وشهادة النبوة ثم شهادة الأخوة. شوفوا، وأنا بقول الكلام ده لينا كلنا مش لحد، يعني لكل اللي بيسمعنا. الكلام سهل، الكلام سهل. الكلام اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي جه في القرآن والسنة كمان، ده كلام استراتيجيات، عناوين تتحول لسياسات وتتحول لعادات وتقاليد. لما تقول إخوة، طب قول لي إيه هي السياسات بتاعتك يا إنسان في مصر عشان تعمل أخوة بين الناس وبعضها، كل الناس باختلاف ألوانهم وعقائدهم وحتى وثقافتهم حتى في أفكارهم حتى في عاداتهم، هتعمل ده إزاي؟ هنعمل إخوة إزاي؟ إحنا هو عنوان النبي محمد قاله صلى الله عليه وسلم، كلمة قالها، لكن إحنا ما عملناش، أو حتى اللي عملوا قبل كده عملوا في عصرهم. وده الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه دايما مع بعض، إن لما بنقول بنطور فكرنا بنطور فهمنا أو فهمنا لديننا، مش هنغير زي ما كلنا عارفين ومتأكدين من كده الثوابت أبدا، لكن أكيد في كلام كتير بيتغير. يا ترى يعني الدين بيقول إيه في الكذب اللي احنا بنشوفه؟ لما وأنا اتكلمت في النقطة دي قبل كده قلت يا ترى في مواقع التواصل الاجتماعي كلنا من غير ما نحس بننقل عن بعضنا دون إدراك إن احنا هناخد، إذا كنا يعني عارفين إن في يوم من الأيام هنقابل ربنا وهنتحاسب على كل إجراء عملناه، إحنا كل يوم بنكذب. أنا بتكلم على مواقع التواصل وعلى حاجة، أنا مش بتكلم على الإرهاب خالص،
الإرهاب انتوا شفتوا فيلم، أنا عايز أقول لكم ما غطاش الحقيقة، حقيقة الإرهاب والتدمير والخراب اللي في دول كتير جدا وضحايا كتير جدا وأكثرها دول المسلمين بالمناسبة. والخراب ده مش هينتهي أبدا إلا إذا كنا إحنا نبقى عندنا القناعة الأول. إحنا مين؟ إحنا كلنا. إحنا إذا كنا بنتكلم على أهل دين، إذا كنا بنتكلم على أهل سياسة، إذا كنا بنتكلم على أهل إعلام، أي حد، أي أسر في البيت، كل إنسان عنده أولاد وعنده أسرة صغيرة كانت ولا كبيرة، إزاي هيغرس فيهم، هيغرس فيهم المناعة ضد الفكر ده؟ احنا بقول لكم الكلام ده لأننا طبعا من خلال الأجهزة لغاية دلوقتي في ناس عن طريق شبكات التواصل بيتم، يعني حتى ما فيش لقاءات مع حد، من خلال شبكات التواصل بيتم تجنيدهم وتعليمهم وتكليفهم. عمر الأمم ما هتطلع لقدام أبدا بالطريقة ديت. فإحنا ما كناش إحنا كمصريين كبشر معنيين بأن إحنا نعلم أبنائنا عشان يبقوا أسوياء، أسوياء. وخليني أخرج من دي وأتكلم في نقطة صغيرة خالص. تصوروا لما تلاقوا ده مش بعيد عن الموضوع ده، لما تلاقوا مثلا بيت انفصل الزوج والزوجة بتاعته، وتجد الأم في لدادة وخصومة، أو الأب يعني مع الزوجة السابقة ديت أو الزوج السابق ده، والكلام ده يتم بناؤه وغرسه من غير قصد، أكيد من غير قصد، في نفوس الأبناء، يا ترى الأبناء دي هتطلع أسوياء؟ أبدا. ده قمة العطاء للأسرة في الحالة اللي هي حالة الانفصال لعدم التفاهم دي، إن هم يخلي بالهم إن هم عايزين يطلعوا ابنهم أو بنتهم على درجة عالية من الاستواء لأجل حياته هو وحياتها هي لما يكبروا. الكلام ده بنقوله كده، ده نقطة صغيرة كلنا عايشينها أو في أسر لينا كتير بتشوفها. طب تصوروا إن الكلام ده بقى في فهمنا لديننا عامل إزاي؟ وعشان كده اوعى تفتكروا لما قلت يوم 24/7/2013 الكلمة اللي هي بتاعت الإرهاب وعايز تفويض، أنا عايز أقول لكم في الوقت ده كله كتير من اللي كانوا موجودين معانا في الفترة ديت يعني كانوا مستعجلين الدعوة. تفويض إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ إرهاب إيه اللي أنت حتى بتكلمنا عليه إنك إحنا هنقابله في مصر، وإنك أنت عايز مننا تفويض عشان تتعامل معاه بعد كده؟ أصل هو المنهج عندهم كده، المنهج عندهم يا يحكموا يا يقتلوا، فإحنا رايحين للحرب. فما كنتش اقدر اروح بالحرب دي، لان انتوا لما عملتوا 30/6 ما كنتوش تعرفوا يمكن ان النتائج هتكون كده، ان هم هيفضلوا ورا منكم ويفضلوا يقتلوكم بالكلمه ممكن، بالكذبه ممكن، بالافتراء ممكن، غير طبعا السلاح والتخريب والتدمير اللي هم النفوس مريضة، النفوس مريضة والقلوب حتى قلوبهم مريضة. لا يمكن تكون قلوب سوية وسليمة تؤمن بالله تعمل في الناس كده، مش ممكن. وعشان كده أنا بقول لكم كلكم، مش للأزهر والله ولا للأواف، أنا بقول لكل اللي بيسمعني. طب أنا عندي إرادة لا تلين في مجابجتهم؟ طبعا من حديد، من حديد والله، يعني طبعا من حديد. لان بالمناسبة وانا قلت الكلام ده كتير قبل كده، انا بواجه في اطار مواجهة لاجل خاطر الدين، لاجل خاطر الدين، الدين كل الدين. لأن اللي بيحصل ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا على فكرة الأديان والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى.
الناس اتشككت ايه القيم وايه الاديان اللي تطلع تقتل وتدمر في الناس بالطريقه ديت، مش ممكن. فالمهم انا مش عايز اطول عليكم، كل سنه وانتم طيبين، وبقول لكم شوفوا اللي بيحصل كل يوم، انتوا تعرفوا ان انتم في قتال وفي نضال مستمر، وشوفوا الـ كل يوم، كل يوم في حكايه، كل يوم في حكايه. انا والله ما اعرف هيقابلوا ربنا بالكذب ده كله ازاي، والله ما اعرف هيقابلوا ربنا ده كذب كتير قوي. ربنا يكفينا شر انفسنا وشرهم. فكل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، وارجو ان احنا الندوه اللي احنا اتكلمنا فيها مع فضيله الامام والدكتور مختار في ان احنا يعني تبقى لكل اطياف المجتمع، سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي وحتى امني، نتكلم ونشوف، عشان مش بس هيبقى عباره عن ندوه دينيه. وانا قلت زي ما قلت كده هتقعد يوم اتنين تلاته هنحضر فيها وهنتكلم ونسمع ونتعلم، والناس كمان كلنا تسمعنا، عشان نعرف ان الشأن العام امر مختلف كتير قوي عن يعني عن المفهوم الفردي حتى المفهوم الجمعي والمسؤولية علينا كمجتمع لحماية، مش حماية نظام، لا، حماية دولة، حماية الدولة المصرية بعناصرها، مش حماية نظام. ولو انتوا تصورتوا ان 30/6 و3/7، انا بفكركم، بس بفكركم ان انا كنت جاي يعني طمعان في حاجه تبقوا يعني ظلمتوا الفكره وظلمتوا القيم والمبادئ اللي احنا وقفنا من اجلها. لو انتوا تصورتوا ان الموضوع كله عشان ابقى انا موجود هنا، ده انا بقى اوحش منهم، هبقى اوحش منهم. لا والله انا ما اعرفش الكلام ده لو هقوله فخامة الرئيس عادل منصور هيزعل مني ولا لا، لكن انا هقوله معلش. انتوا قبل الانتخابات وقبل الترشح كتير من الناس قالت هو ليه مش عايز يقدم. انا اتحايلت على فخامة الرئيس في الفترة ديت شهور ان احنا يترشح هو واكون انا في مكاني زي ما انا. انا بقول الكلام ده وانا عارف ان ممكن يكون فخامة الرئيس يزعل مني، بس انا بقوله عشان تعرفوا ان الكل زاهد فيها، الكل زاهد فيها، لانه تحدي كبير جدا سواء كان دنيا او دين عند ربنا يوم القيامه. هنقول له ايه اللي احنا بقول تاني شهور، ونقول له من فضلك من فضلك سنه عدت تترشح تاني وانا افضل مكاني، وهعمل كل اللي ممكن يتعمل لاجل خاطرها، خاطر مصر ولاجل خاطرك. بس هو ما قال لي لا يمكن، هي كده تمام وكفايه كده. ف صحيح، ما انا بس بقول الكلمه ديت عشان تعرفوا ان هي الحكايه مش حكايه رئيس ونظام، ده كلام على الاقل بالنسبه لي مش موجود ان شاء الله، على الاقل بالنسبه لي مش موجود ان شاء الله. لكن هي قضية بناء أمة مصر، وقضية الدفاع عنها وحمايتها، والجري على أقصى ما يمكن عشان تتحط في المكان اللي ربنا يقدرنا عليه ووفقنا فيه. دي من ناحية، الناحية التانية مواجهة الشر وأهله، لأن أنا مش هنسى الشر وأهله، ما بنساهمش. ده دلوقتي ولا من سنين طويلة فاتت؟ لا، من سنين طويلة فاتت.
والمناسبة يعني من سنين طويلة فاتت، والناس اللي تعرفني تعرف ان انا عمري ما كدبت، عمري ما كدبت، حتى وانا موجود في المكان اللي هو بيقولوا عليه اهل السياسة واهل الـ واهل الـ يعني انه بيحتاج لوع وحاجات من دي. مفيش كلام من ده، مفيش كلام من ده، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاد وما كانش كان كده، ونجح وهو كده عشان الصلة، وربنا يجعلنا من اهل الصلة. شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم. طيب يعني كلمات سيادة الرئيس حضراتكم سمعتوها، ويمكن في اغلب الاحتفالات او المحافل ان السيد الرئيس بيحضرها سواء على المستوى الداخلي او المستوى الخارجي، ابرز واهم ملف يعني هو بيشيله والدولة المصرية بتحمل هذا الملف على عاتقها هو الحقيقة ملف الارهاب. ويمكن السيد الرئيس النهاردة في كلامه كان في اشارات واضحة جدا لما يبث، زي ما بنقول كده السم في العسل، مصطلح السم في العسل، لما يبث للمواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ايه فيها افتراء وكذب على المواطنين، وفي نفوس ضعيفة، وفي اشخاص قد يكونوا لا يملكوا الحنكة ولا الثقافة ولا المعرفة ولا الفهم ان هم يفهموا ما وراء هذه الكلمات او الصفحات او المقاطع. وقال كمان ان في ناس كتير بيتم تجنيدها، سواء فتيات، سيدات، رجال، وده حقيقي احنا بنعرفه، وكمان فئة الشباب بيتم تجنيدهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. آفة مواقع التواصل الاجتماعي ومجابهتها مهمة جدا جدا ولا تقل عن مجابهة الإرهاب بالسلاح. ويمكن عول سيادة الرئيس على هذا الموضوع وقال إننا بنحارب الكلمة وبنحارب الكذب وأيضا الافتراء وبنحارب السلاح والتخريب، لأنها في النهاية كلها منظومة بتخدم على بعضها. يعني لما يبقى عندي إرهاب فكري بيوصلني بعد كده للإرهاب بالسلاح والقتل والدمار والتخريب. هو في النهاية لو الفكر في إرهاب هيوصلني في النهاية للكوارث والفواجع اللي مش بس عانينا منها هنا في مصر، لا، اللي هي كمان ظاهرة عالمية بيعاني منها الكثير من الدول في العالم كله. أيضا كمان أكد سيادة الرئيس على أنه في ناس بينتموا لهذا الفكر أو لهذه الجماعات بسبب أفعالهم وكلماتهم وما يبثوه من رعب وذعر في نفوس الناس، للأسف الشديد بيوصلوا الصورة السيئة عن الإسلام أو عن الدين بشكل عام. ده اللي قاله سيادة الرئيس. ويعني نستدل على الكلام ده بظاهرة الإسلاموفوبيا اللي بقت عند ناس كتير الحقيقة، مش في المنطقة العربية لا، في العالم. في ناس كتير أول ما تعرف أن هذا الشخص مسلم يرتبط في أذهانها ما يقوم بفعله الإرهابيين والمخربين من قتل وسفك للدماء. فإحنا دلوقتي الموضوع مع الوقت بيزداد في الحمل والمسؤولية، إننا مش بنقول إن الموضوع مجابهة الإرهاب ده ملف ده مسؤولية قواتنا المسلحة فقط في الجهاد وأيضا قوات الشرطة والقوات الأمنية، لا، ده الموضوع خرج من هذا الإطار، بقى دور كل مواطن مصري، دور كل مفكر، دور كل إعلامي، دور كل مثقف، كل من في مكانه عليه الدور في إن هو يجابه الفكر الإرهابي عشان ما يوصلناش للأفعال الإرهابية.